حمد من الله تبارك وتعالى وصلت عربية لحوم صكوك الإطعام إلى محافظة الدقهلية بعدد 3 طن لحوم صكوك الطعام، ليكون الإجمالي الذي وصل إلى محافظة الدقهلية 11 طن لحوم صكوك الإطعام. ويتسلم هذه اللحوم بفضل الله تبارك وتعالى معالي الدكتور وائل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية. نشكر معالي وزير الأوقاف، وكما حضر معنا معالي الأستاذ الدكتور أيمن مختار وقدم الشكر لمعالي وزير الأوقاف على هذه النهضة أو اللمسة الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية في المحافظة. شكرا معالي الوزير، شكرا للقائمين على هذا المشروع الطيب المبارك، وشكرا للدكتور وائل. اليوم تسلمت مديرية الأوقاف الغربية 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام، وذلك لتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية لتوزيعها على الفقراء من الأسر الأولى بالرعاية. والشكر موصول معالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف واللجنة القائمة على هذا المشروع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم وصول 4 طن لحوم صكوك الإطعام إلى مديرية أوقاف الجيزة، تم تسليمها لمديرية أوقاف التضامن الاجتماعي، حيث يكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة وتم تسليمه لمديرية التضامن الاجتماعي 16 طن لحوم صكوك الإطعام. السلام عليكم.